هناك تركيز في المرحلة القادمة على إعادة تأهيل وبناء المدينة القديمة في الموصل، وقد قام البنك الدولي بتقديم الدعم لبناء البنية التحتية في مدينة الموصل وضواحيها، وأيضا يقوم الآن بتقديم مشاريع من أجل خلق فرص عمالة، وذلك من خلال عمالة مقابل نقد، وأيضا القروض الميسرة، وذلك من أجل تأمين حياة كريمة وبدء في النشاط الاقتصادي في المدينة القديمة وغيرها. لا يوجد تخصيص مباشر لمدينة الموصل وحدها، لأن التخصيصات هي عبارة عن تخصيصات للمناطق المحررة حسب احتياجاتها وحسب تقدير نسبة الدمار في كافة المناطق العراقية. فقد قدمنا منذ خلال العام الماضي حوالي 1.7 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية والبنية البشرية في المناطق المحررة، وحاليا سيتم توجيه العديد من هذه المشاريع لإعادة إعمار الموصل وبشكل خاص المدينة القديمة.